السلام عليكم. طبعا عم بحكي معكم على الاستراد الدولي حلب دمشق مدينة معرة النعمان. آلاف السيارات منذ الصباح الباكر تتجه من هذه المناطق مليئة بالنازحين، تتجه من هذه المناطق إلى الشمال السوري إلى المجهول نتيجة حملة القصف الممنهجية التي قامت بها قوات النظام مع الطائرات الروسية منذ عدة أيام على قصف الريف الشرقي بالكامل لمدينة معرة النعمان وأطراف مدينة معرة النعمان. كارثة إنساني جديد تحدث في ريف إدلب الجنوبي، منطقة معرة النعمان وريفيها الشرقي والغربي. طبعا الحملة تستهدف الأسواق الشعبية، المنشآت الحيوية، الشوارع الرئيسية، منازل المدنيين بجميع أنواع الأسلحة، إن كان عبر رمايات المدفعية أو مروحيات البراميل أو حربيات الرشاش التي تستهدف الاستيراد الدولي وتستهدف النازحين والطرق الرئيسية بشكل مباشر. حملة تهجير وتدمير جديدة لقتل أكبر عدد ممكن من الناس المدنيين أو تهجيرهم إلى الشمال السوري إلى المجهول. طبعا الريف الشرقي لمدينة معرة النعمان ومدينة معرة النعمان تضم من السكان الأصليين والنازحين أكثر من 180 ألف نسمة من السكان، كلهم يجبرون على الخروج من ديارهم نتيجة القصف الممنهج والمتكرر على هذه المنطقة بشكل دائم لا يتوقف أبداً.